بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. طبعا النهاردة سعداء جدا 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 بما حدث مع منتخبنا الوطني وتأهل منتخبنا الوطني الأولمبي إلى دور الـ16 في الأولمبياد. الحقيقة كلنا كان أمل امبارح، ولما اتكلمنا في هذا الموضوع واتكلمنا عن الشكل الهجومي اللي هيلعب بيه كابتن شوقي غريب، وبالفعل الكابتن شوقي غريب عمل الهجوم النهاردة في مباراة اليوم بشكل جيد جدا جدا، لأن هو ده اللي كان ينقصنا خلال المباراتين السابقتين قبل مباراة استراليا، سواء مع أسبانيا أو مع الأرجنتين ما كناش الناحية الهجومية بتاعتنا لم تكن جيدة. ولكن النهاردة الحقيقة وبنفس الطريقة اللي بيلعب بيها، ولكن تغيير شوية في اسلوب اللعب. كابتن شوقي النهاردة لعب بطريقة 3-3-3-1، وهي طريقة أقرب للهجوم منها للدفاع، 4 أو 5 بيدافعوا وفي الآخر الـ5 التانيين بيهاجموا. هو ده اللي عمله كابتن شوقي غريب النهاردة، لأن احنا النهاردة الحقيقة كان عندنا، أو احنا في منتخبنا الأولمبي عندنا مجموعة رائعة جدا من اللاعبين اللي بيعرفوا يهاجموا ويعرفوا يوصلوا للجون، سواء رمضان صبحي، سواء طاهر محمد طاهر، سواء صلاح محسن، سواء أحمد ياسر ريان، حتى عمار حمدي لما نزل الحقيقة. وهنشوف إيه اللي حصل النهاردة، عندنا ملخص لهذه المباراة، حاجة كانت رائعة جدا ومباراة في منتهى الجمال الحقيقة. أظهر منتخبنا الوطني الأولمبي الوجه القوي من الناحية الهجومية، ودي لعبة رائعة الحقيقة من رمضان صبحي ناحية الشمال، رقص فيها لاعب منتخب أستراليا وحطها لأحمد ياسر ريان، بيضع الهدف الأول لمنتخبنا الوطني في لقطة رائعة الحقيقة، والهدف الأول للمنتخب الوطني في الأولمبياد. أيوة مهمة جدا الكرة دي يا جماعة، الكرة دي خلينا نبص عليها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، لأن هذه اللقطة هي كانت اللقطة اللي الحمد لله ربنا من خلالها كرمنا، ومن خلال محمد الشناوي ووجود محمد الشناوي في هذا المكان ربنا كرمنا وقدرنا نصل ونصعد إلى الدور التالي في هذه في الأولمبياد اللي حضراتكم شايفينها. ده الهدف الثاني طبعا لواحد أنا شخصيا بعتبره على الرغم من أنه هو نزل متأخر، ولكن عمار حمدي النهاردة واحد من نجوم هذه المباراة. يعني لما تيجي تتكلم عن عمار، لما تيجي تتكلم عن أكرم توفيق، لما تيجي تتكلم عن حجازي، لما تيجي تتكلم عن الونش، لما تيجي تتكلم عن عن محمد الشناوي، الرباعي ده أو الخماسي ده الحقيقة خارج التقييم في كل شيء. الخمسة اللي كانوا اللي أنا بتكلم فيهم مع حضراتكم دول، الخمسة كلهم بيؤدوا أداء رائع جدا. الشناوي النهاردة لولا الشناوي الحقيقة بعد ربنا طبعا، لولا الشناوي والتصديات اللي عملها والشغل اللي عمله كانت حاجة رائعة جدا جدا جدا، هي اللي خدت منتخبنا الوطني للدور اللي بعد كده. حجازي أيضا اللقطة دي بالنسبة لي يعني لقطة رائعة، ده مهاجم أو لاعب من اللاعبين الاحتياطيين اللي موجودين في المنتخب الأسترالي، فرحان في الصورة اللي فوق، فرحان إن هو الجون دخل، ولكن العملاق محمد الشناوي بيتصدى للكرة دي، واللقطة اللي تحتيها أو الصورة اللي تحتيها الحقيقة وهو مش مصدق ان الكره طلعت او ان الشناوي صد هذه الكره. وبالتالي محمد الشناوي يستحق كل التحيه، يستحق كل التقدير. بالمناسبه محمد الشناوي خد افضل سابع لاعب في دوري المجموعات في كل الفرق او في كل المنتخبات اللي موجوده. محمد الشناوي الحقيقه قائد في منتخبنا الوطني الاول، قائد في منتخبنا الوطني الاولمبي، قائد في النادي الاهلي، وبالتالي محمد الشناوي يستحق يكون الافضل خلال هذه المرحله، زي ما كل الناس اتكلمت عن الشناوي وخطأه في مباراه بيراميدز، كل الناس اتكلمت وكل الناس علقت وكل الناس قالت ان الشناوي كذا وكذا وكذا، منهم لا سيب لي اللقطه دي دقيقه بس، منهم كذا حد اتكلم في هذا الامر، وهقول لحضراتكم مين، لانه احد النقاد الرياضيين الحقيقه، وبالنسبه لي هو ما كانش ينفع يتكلم في هذا الموضوع، ان محمد الشناوي زيه زي بقيه الحراس اللي موجودين في مصر، وهذه ليست الحقيقه. وبعدين زي ما تعودنا انا وحضراتكم دايما لما بنيجي نتكلم، انا بتكلم بارقام وبتواريخ وبحقائق. 1992 كان الكابتن نادر السيد هو حارس مرمى منتخبنا الأولمبي في ذلك الوقت. معلش هطلع التليفون بس عشان أجيب الأرقام اللي أنا عايز أتكلم فيها مع حضراتكم. في 1992 الكابتن نادر السيد استقبل 6 أهداف في 3 مباريات ولم يحافظ على
شباكه نظيفة في أي مباراة مع منتخبنا الأولمبي 1992. طيب في 2012 كان حارس مرمى منتخبنا الأولمبي في ذلك الوقت هو كابتن أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز اللي نتمنى له السلامة ويقوم بألف سلامة. استقبلت شباكه في 4 مباريات قد إيه؟ 8 أهداف. في 4 مباريات استقبلت شباك أحمد الشناوي في 2012 مع الكابتن هاني رمزي لما كان مدير فني لمنتخبنا الأولمبي 8 أهداف في 4 مباريات، ولم يحافظ على نظافة شباكه في أي مباراة، كل المباريات اللي لعبها كان دائما بيخش في أهداف. طيب في أولمبياد 2021 محمد الشناوي استقبلت شباكه في 3 مباريات هدف واحد فقط، وخرج بشباك نظيفة في 2. إذن محمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في مصر هذه الفترة، وبنتكلم بالأرقام. أنا دايما لما باجي أتكلم مش عشان أنا داخل قناة النادي الأهلي فبتكلم عن الشناوي إن هو لا، ولكن أنا دايما لما باجي أرد بستنى علشان لما باجي أرد أعرف أرد صح على ناس مش عارفة تتكلم أو ما تعرفش في التاريخ أو ما تعرفش يعني إيه أرقام ويعني إيه حقائق. لما حضرتك تيجي تتكلم عن حارس مرمى منتخب مصر، عن حارس مرمى منتخب مصر، لازم تتكلم صح، لازم تتكلم وتبقى عارف انت بتتكلم ازاي، مش مجرد كلام حضرتك طالع تقوله علشان تقول ان انا يعني الواد الفتك اللي انا بعرف اتكلم في كل حاجة وبخبط في كل الناس. لا، حضرتك لما تيجي تتكلم تعرف اولا انت بتتكلم عن منتخب مصر، ده اولا، وثانيا لما تيجي تتكلم اتكلم بالارقام، مش مجرد كلام مرسل وخلاص. فمحمد الشناوي اهو بالارقام، مش كلامي ولا كلام الاهلاويه ولا كلام اي حد تاني، ولكن هي لغه الارقام اللي دايما بتكسب اي حد، تكسب اي حد. في 92 دخل 8 أهداف في 4 مباريات في الكابتن نادر السيد، في او انا اسف 6 أهداف في 3 مباريات في الكابتن نادر السيد في 92، وفي اولمبياد 2012